اهلا ومرحبا بكل الاحباب والاصدقاء مره ثانيه في صباح الشروق وبدايه صباح بفيضان النيل، ودائما ما نطلق عليه النيل الغاضب لانه ما توقعنا او ما كان متوقع من انه فيضان هذا العام يكون بهذا السوء، يعني ربنا يحفظنا جميعا. وكذلك في مناطق تاثرت بالسيول ومن اثار السيول والفيضانات، وحصلت في مناطق عديده جدا، الناس تكافلت وتعاضدت وكان واضح تماما، يعني قدر في جهود مبذوله لانه الناس تخفف على بعضها البعض. صحيح، احنا في طرحان وتسفارنا عبر صباح الشروق لاهتمامنا وواجبنا من المسؤوليه المجتمعيه وتبصير المشاهد بكل ما يدور في السودان، نتجه صوب شرق دارفور ونقف حقيقه على هذه المنطقه. وهي كانت آمنة زي ما ذكرت لينا، لكن تفاجأت في فصل الخريف بكثير جدا من التفاصيل اللي دمرت عدد من المنازل. نشوف تأثيرات الجانبية مع السيد العمدة إبراهيم علي مسار، رئيس لجنة نفرة محلية الفردوس بولاية شرق دارفور. أهلا وسهلا، صباح الخير. مرحبا بكم، السلام عليكم أخواننا في قناة الشروق، وعبركم نحيي أهلنا في السودان جميعا مشاهدي هذه القناة، قناة الشروق. ونسأل الله من ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم في إصهار معلومة لأهل السودان والقناة، هي يعني كما اسمها الشروق. الآن نحن في محلية الفردوس ولاية شرق دارفور، سعيدين جدا بهذا اللقاء، وعبر أهلنا نحييكم تحية خاصة ونحيي كل مشاهدينا في ربوع السودان. أهلا بك أكيد. سعد العمدة، ردت يعني تحدثنا عن تعرفنا أكثر عن منطقة الفردوس والمكون الجغرافي أو الموقع الجغرافي والنشاط، نشاط المكان تحديدا. محلية الفردوس واحدة من محليات دارفور، ولاية شرق دارفور، تبعد من رئاسة الولاية ولاية شرق دارفور 65 كيلو جنوبا، تحدها من الناحية الجنوبية جنوب السودان. منطقة تعداد سكانها حوالي 360 ألف نسمة. مدينة الفردوس تتكون من 4 وحدات إدارية، هي هبير الطرور مدينة الفردوس داخل الفردوس. هذه المدينة يبطن حوالي 60 ألف نسمة، مدينة مستقرة، استقرار أهلها، مدينة فيها إنتاج ذات إنتاج زراعي وحيواني، وسماحة أهلها دعت كل أهلنا المتأثرين بالحروب سواء كان في دارفور ولا في المناطق الجنوبية، كلهم يستقروا هذه المدينة وأصبحوا جزء لا يتجزأ من أهل المدينة، وهي مدرسة متفردة في العلاقات مع جيران ومع غيرها. لكن هذه المدينة سبحان الله، يعني طيلة الفترات السابقة غير سماحة أهلها وعلاقتهم مع بعضهم البعض لم تتأثر أبدا هذه المدينة إن شاء الله. طيب سيد العمدة، يعني احنا بنتكلم عن السودان مصغر زي ما ذكرت، يعني مدينة الفردوس والمهن والحرف الرئيسة لأهلنا في الفردوس الزراعة والرعي والتجارة وغيرها من التفاصيل الأخرى الإنتاجية. نتكلم عن الإنسان الفردوس ذاته، هل هو إنسان منتج يعني بالمعنى المعروف؟ وكيف بيتم عملية التجارة، التبادل؟ هل في أسواق داخلية مشهورة بيتم التبادل التجاري بينكم وما بين دول الجوار أيضا؟ طبعا مدينة الفردوس هي مدينة أول حاجة إنتاج زراعي، هي يعني يمكن تمتاز بزراعة الفول السوداني والذرة بشقيها، وبعض المحاصيل النقدية كالكركديه والصمغ، الصمغ العربي وصمغ الطلح. وفي نفس الوقت فيها أكبر سوق للثروة الحيوانية للضان والأبقار، يعني هي منطقة سوق المسندير، سوق مشهور معروف.
يعني منه يمكن يكون بتمشي بهايم كثيرة جدا للصادر يعني. وعلاقتها مع جيرانها من ناحية الجنوب، التجارة بين الجنوب برام، ومنطقة برام دي منطقة محايدة لأفريقيا الوسطى، منطقة منتجة للسمق، منطقة منتجة للبن يعني. منطقة أفريقيا الوسطى العلاقة بيننا وبينهم هي عابرة لتجارة البن وغيرها. لذلك نحن بنفتكر إنه منطقة الفردوس منطقة من المناطق المهمة جدا، ونأمل إنه هذه الكارثة الاجتماعية اللي السنة حصلت أو الطبيعية اللي حصلت وبتحصل زيها وزي أي مناطق في السودان لأول مرة، يعني أهل الفردوس بين عشية وضحاها يصبحوا وهم دايما يقول 60% من المدينة أو 70% من المدينة نازحين يعني. جميل. طيب عموما احنا تكلمنا عن الأهمية، أهمية المنطقة بولاية شرق دارفور بالنسبة للولاية نفسها وبالنسبة للسودان عموما. هنرجع النقطة دي مرة ثانية لأنها نقطة مهمة جدا، لكن بنتكلم عن منطقة زراعية مهمة في الولاية زي ما ذكرت تأثرت هذا العام بالسيول. عايزين نشوف شكل الأضرار والناجم عن السيول والفيضانات اللي ضربت المنطقة تحديدا، وخاصة ان هي منطقة زراعية زي ما قلت، ومنطقة يعني رعي وبنية تحتية وغيره. والله وهو هذا هو دعانا لهذا اللقاء، وبنفتكر انه حجم الاضرار والسيول اللي ضربت محليه الفردوس قبل اسبوع يمكن ضرر كبير. وهذه الامطار ما بين عشيه وضحاها اصبحت سكان الفردوس يعني 60% زي ما قلت 6000 او 8000 اسره متاثره تماما. ممكن دي الصوره واضحه زي 8000 اسره يعني لو ملاحظه الصوره يعني ما بين عشيه وضحاها نحن في تاثر التاثر كبير جدا والصوره واضحه للعيان انه اصبحوا زي 8000 الواحد بيفقد بيته كامل. ونحن في الريف كالعادة الواحد ميزانياته كلها بيخطها في بيته، بيته بيصبح كمخزن يعني. أصبحت المنطقة مغمورة تماما بالمياه، وما بين عشية وضحاها أصبح 6000 ولا 8000 نسمة كلهم يعني لا مأوى لهم ولا مسكن. يعني ضرر بالغ، ضرر كبير، تأثرت فيه كل المدارس الموجودة حتى رأفة المحلية، الكهرباء، العمدان كلها استغرق الأرض، حتى المستشفى الكبير اللي كان بيتعالج فيه اصبح يعني شوف في اسئله بتدور لذول يعني فجاه اذا انت تلقى نفسك لا مستشفى ولا محل بتقضي فيه حاجتك ولا حاجه بتسكن فيه ولا ماكل ولا مشرب. يعني حكايه كانت صعبه وحكايه ضرر كان بالغ. عليكم. والله بعد ما خلاص حصلت هذه الكارثه هبوا اهل المنطقه اخواننا في الحكومه هناك، لجان المقاومه وقوة التغيير واخواننا ناس مجالس المحليه الجيران. وتكون مساله طارئه جدا، لجنه طارئه برئاسه المحليه برئاسه المدير التنفيذي واخرين. وهذه النفره كان همهم الاول في انه يلقوا موقع امن في العلو فوق عشان تتخطى فيهم مساله المشمعات والايواء لفتره حتى يتسنى للاخرين الفزع يعني. وهبت ولايه شرق دارفور برئاسه اخونا الوالي واركان حربه واخواننا في منظمات المجتمع الموجوده هناك، العوده الانساني، اخواننا في الزكاه، اخواننا في اتحاد اصحاب العمل. تكونت لجان سريعه جدا على المستوى المحلي، وهذه اللجان بفضل الله انه قدرت على الاقل يعني المرحله الاولى انه تخطى النادل في مواقع عاليه
وتجيب له كل واحد مشمع. يعني شوف انت كنت مستغرب فجأة تلقى نفسك في خيمة, يعني حملية بتاع 3 متر في 3 متر يعني. ويمكن يكون دي واحدة من الحاجات الكوارث البيئية, بالرغم انه يعني شوف الضرر ده وصل حتى الزراعة, يعني المنطقة دي مهولة بالزراعة. في نماذج يسعي في الصورة, يعني الموسم الزراعي مهدد, يعني الموسم الزراعي برضه فقدوها, كان يعني تفقد مأواك وفي نفس الوقت انت تكون فقدت زراعتك يعني. وطبعا هناك الاعتماد كل الناس معتمدين على الزراعه بالذات هذا الفصل. وطبعا الامطار ما بتتكرر يعني مره واحده في العام, والمطره دي طبعا المطره الثانيه يعني فجاه, ولا زال الخريف مستمر يعني. يعني لاحظت الصوره, لا زال الخريف مستمر, والمشاهدين تقييم ذلك, وكل يسال نفسه اين يقضي مثل هؤلاء حويتهم. الحكايه الصرف, مساله الصرف الصحي مشكله كبيره يعني. فجاه الناس يبدعوا, يعني احنا نتوقع انه لو ما لحقنا الناس ديل وبسرعه, يعني نتوقع انه حيظل في مساله بتاع الصرف الصحي واختلاط ماء وتلوث بيئي, حتكون في امراض ملاريا وتولد البعوض واشياء من النوع ده. لذلك نفتكر انه الضرر اللي حصل على الفردوس الله ربنا سبحانه وتعالى يعني جزنة. يخفف هذه الكارثه. واخواننا في الولايه الان مجتهدين, عندهم خطتين, خطه عاجله للايواء والان شغالين فيها, والخطه العاجله اعاده بناء المنطقه ذاتها. نعم, الخطه العاجله دي نحن ذاتنا عايزين نتكلم فيها بصوره اوسع شويه, اللي هو يعني حجم الاحتياجات المطلوبه لاعاده بناء المنطقه من جديد واعماره يعني. طبعا وجبر الكسر. اي طبعا. اول حاجه الان يعني من ناحيه فنية, طبعا كعادة أهلنا في السودان دائما أيضا بيحبوا إنه يسكنوا جنب المناطق الجنبها مطارئ. بيفضلوا إنه يكونوا قريبين منها عشان يستمتعوا بالجو الطيب, وفي نفس الوقت يستفيدوا منها, لكن في نفس الوقت ما متوقعين الأضرار اللي بتحصل. الآن خطتنا إنه حيعملوا إعادة تكون كنت ساكن في مقر وفجأة تلقى نفسك إني يحولوك منه لمنطقة ثانية. حاجة مؤسفة, فدي حاجة صعبة ومجحفة جدا. لكن نحن الآن نقول لأخواننا في ولاية شرق دار القرى, أخواننا في البنية التحتية ولجنة التخطيط مع أخواننا في المركز هنا, حيعملوا إعادة بناء لهذه القرية بطريقة مختلفة شوية, عسى ولعلها إنها تخفف المعاناة للظروف القادمة يعني. اها سيد العمدة, يعني لو كان في اشاره حقيقيه, نحن عارفين انه مواعين الدوله ما بتسعى لتنفيذ كثير جدا من المشاريع الان, واقتصادنا للاسف يعني بلدنا حيطتها مايله, لكن نتمنى انه بدعمنا وتكاتفنا جميعا وحسنا الوطني انه نقدر نعبر بالفتره دي لبر الامان. لكن السؤال عكس الدعم اللي بيجيكم من الجهات الحكوميه, هل في تضافر بتاع منظمات مجتمع مدني دعم خارجي؟ وإشارة لي كده لو كان عندكم أرقام تلفونات أو حسابات لكل الخيرين على امتداد ربوع وطننا الحبيب أو خارج السودان يعني. مناشدة يعني. مناشدة. طبعا نحن أول حاجة بالإضافة للجهود الشعبية, بالإضافة للجهود الحكومية, الآن الحكومة بذلت مجهود في أنها تصل بعض الإيواء عن طريق الوالي والمنظمات. نحن الآن تكونت 3 لجان على مستوى المحلية لاستنفار الجهد الشعبي والمحلي الموجود هناك. وتكونت لجنة أخرى على مستوى الولاية برئاسة أخونا كمال كرار وآخرين, ودي بتستقطب الدعم الشعبي صحيح لمجهودات من أخواننا في ولايات السودان المختلفة. تكونت لجنة أخرى في الخرطوم برئاستي, وهذه اللجنة مهمتها أنها تستقطب دعم لأنه حجم الكارثة كبير. والآن إحنا التقينا بأخواننا في الحكومة هنا على مستوى مؤسساتهم,
العون الإنساني، أخواننا في منظمة المجتمع المدني، أخواننا في منظمة قطر الخيرية، أخواننا في ديوان الزكاة، كذلك جهاز المغتربين، لأن المغتربين عندهم مساهمات في بناء هذا الوطن. من هذه من لحظة نحن نرسل رسالة لكل أهلنا المغتربين في العالم، إن شاء الله نسأل الله سبحانه يرد غربتهم، لكن نقول لهم برضو أهلكم في الفردوس محتاجين لإغاثة ومحتاجين. لا مأوى ولا مسكن، وهذه صورة أمامكم واضحة. صح واضحة. نقول لكم يا أهلنا كلهم في السودان أبناء الوطن الخيرين، تمد أيديكم لأهلكم في الوسائط كلها، وكذلك اخواننا في الشروق حنديكم برضو ان شاء الله معلومات. لو في يعني لو متذكر معلش نستغل الفرصه دي لكل مشاهدينا خارج الوطن وداخل الوطن، لو في رقم حساب او رقم تليفونات جاهزه ممكن يقدم لها دعم مباشر يعني متفضل بها. اول حاجه فتح رقم حساب، ورقم حسابنا رقم حسابنا ما بستحضر ما في مشكله، لكن نقول لكن تواصلوا وين هنا في الخرطوم. رقمنا رقمنا يعني 012 3 0 4 7 5 4 2، هذا ده رقم حساب، ده رقم تلفون للجنة الطوارئ لهذه. نذكر به مرة ثانية سريعا، 012 3 0 4 7 5 4 2، هذا هو رقمنا لرقم التلفون المباشر. عبر مواقع التواصل، وان شاء الله احنا نصل حتى الخارج، نصل كل اخواننا المؤسسات الكبيره هنا، اخواننا بالذات في البنوك، اخواننا في المنظمات الكبيره، اخواننا في المؤسسات الكبيره كشركه سكر كنانة وشركه سين وشركه المؤسسات الدعم يعني المؤسسات الدعم كلها. نعم الصوره وضحت لهم المنطقه المتاثره معروفه في شرق دارفور، هي منطقه الفردوس. نعم. منطقه كبيره ومنطقه تاثر التاثر كبير. ندانا لاخواننا كلهم الخيرين من ابناء الوطن خارج السودان وداخله انه يغيثوا اهلهم، لانه اصبحوا اليوم بلا مأوى. نعم. ان شاء الله يعني كل الشعب هيجيف، وهيجيف وقفه واحده وقفه رجل مع كل المتاثرين، سواء كان في منطقه الفردوس او في اي منطقه في السودان، لانه ديدن كل السودانيين داخل وخارج. ونسأل الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم، وهذه القناة المشرقة نأمل انه يعني تعين السودان كله، لانه الإعلام اصبح يعني سلطة ماها سهلة، سلطة رابعة هي الوحيدة للتواصل ما بين المجتمعات سواء كان عالمية او دولية، والآن كل البلد بإعلامها هي بتصل الى المرامي العليا ان شاء الله، ونامل انه كل الظواهر المشرقه لهذا الوطن الواعد، ونقول لاخواننا في ثوره سبتمبر المجيده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم في المرحله الجايه، لان السودان انتظر هذه الثوره وثوره عملاقه الامل فيها كبير. نسال الله ربنا سبحانه بتظاهر ابناء السودان كلهم بانه يصل السودان الى بر الامان ان شاء الله، وكلنا امل في ذلك اكيد، ابتداءا ايضا لثوره ديسمبر المجيده 19 2000 لمده انه السودان